الإسلام غيرني كتير، له فضل عليا كبير، خلاني أشوف النور، حسسني بطعم الخير، خلاني ما أحبش عادي وأحب الناس وبلادي، وإن قلت الكلمة أوفي وأكون حاضر في معادي، وأصالح بين أصحابي، وإن كنت حزينة ببسم للي خبط على بابي، خلاني شياكة أناقة في حديثي أدب ولباقة، بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة، خلاني أقرا وأتعلم وبصوت الحق أتكلم، يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك نصراني على اليوتيوب يسمي نفسه المخلص، يظن نفسه عالما علاما يرد على الإخوة المتخصصين في مجال مقارنة الأديان. الأمر لم يتوقف إلى هذا الحد فقط، بل يتهم الإخوة أنهم جهلاء لا يعرفون شيئا في المسيحية. هذه المرة هذا النصراني يرد على الأخت نهى السيد، وأنتم تعلمون جيدا أن أختنا الكريمة نهى السيد كانت مسيحية فأسلمت لله تبارك وتعالى. الأخت نهى السيد كانت تتحدث هذه المرة عن سر من الأسرار الكنسية يسمى بسر الأفخارستية، أو ما يسمى بسر التناول، أو سر القربان المقدس. وهذا السر تؤمن به الطوائف الثلاث، أقصد الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. بالنسبة للكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية فإنهما تؤمنان بسبعة أسرار، من بين هذه الأسرار السبعة هذا السر، سر الأفخارستية. أما الكنيسة البروتستانتية فإنها تؤمن بسرين فقط، وهذا السر أيضا الأفخارستية من بين هذين السرين، بمعنى أن سر الأفخارستية تؤمن بها الطوائف الثلاث، الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. وهذا السر عبارة عن تذكير العشاء الذي تناوله المسيح بصحبة تلاميذه قبيل أن يصلب. أما الآن فإن هذا الاحتفال يحتفل بها في جماعة المؤمنين بالنصرانية داخل الكنيسة، فيتناولون قطعة صغيرة من الخبز، وهذه القطعة الصغيرة تمثل جسد يسوع الحقيقي، جسد يسوع الحقيقي. وأيضا يشربون قليلا من الخمر، وهذا يمثل دم يسوع الحقيقي. فبهذا يجسدون ربهم مرة أخرى. وهو معلوم أن العقيدة النصرانية تقول أن الله الذي حل في الناسوت لم يفارق ناسوته ولا لطرفة عين واحدة، بمعنى أن كل ما يحدث للجسد فإنه يحدث للاهوت أيضا. وإن كان النصارى يأكلون جسد يسوع ويشربون دمه، إلا أنه يجوز هذا التعبير أنهم يأكلون الإله، وهذا الذي تعترف به الكنائس صراحة. لكن هذا النصراني يقول أن الأخت نهى السيد لو قالت هذا الكلام أمام الأطفال في الحضانة فإنهم سيضربونها بالشلوت. انظر إلى قلة أدبه. أنا طبعا لن أرد على قلة أدبه، لكن سأرد عليه علميا وأبين أنه جاهل جهلا مركبا، لأنه يقول كيف للأخت نهى السيد تقول كلاما مثل هذا، فهي جاهلة لا تعرف شيئا في العقيدة المسيحية، بينما هم في الحقيقة لا يأكلون الإله، إنما يأكلون جسد المسيح ويشربون دمه. تعالوا بنا أولا لنسمع ما الذي قاله هذا النصراني، ثم نعود بعدها لنرد عليه. النهاردة معانا فيديو لنهى السيد وهتتكلم عن موضوع، هتكلم النهاردة عن سر الأفخارستية أو سر التناول أو القربان المقدس. يعني نهى السيد هتقدم معلومات جديدة عن سر التناول اللي بتمارسه الكنيسة، اللي فيه بيأكل النصارى إلههم بيشربون دمه.
اللي فيه بياكل النصارى إلههم ما بيشربون دمه، وذلك حسب إيمانهم. كده واضح من أولها إنها لا تعلم شيء عن سر التناول، لأن في سر التناول بناكل جسد المسيح ومش بناكل الإله. يعني لو أنت مثلا في حضانة وقلت الكلام ده أمام الأطفال في كي جي 1 هيشطوكي بالشلوت. ليه بقى؟ لأنك لم تستخدم المنطق في الكلام عن أي إله يأكله المسيحيين. يا ناسخة الفيديوهات فعلا. إزاي يا أخت نوح السيد تقولي هذا جهل؟ ما ينفعش تقولي نحن لا نأكل الإله، نحن نأكل جسد المسيح ونشرب دمه، وده دليل على اتحادنا بالمسيح. في التناول بدوق بجد بجد ربنا، دوق بجد مش هزار، باخد جسد حقيقي ودم حقيقي. طيب جميل جدا، دعني أعلمك عقيدتك. أنت الآن تقول أنكم لا تأكلون الإله، إنما تأكلون جسد يسوع وتشربون دمه، ويسوع عندكم هو الله، بمعنى أنكم تأكلون جسد إلهكم وتشربون دمه، لكن لا تأكلون الرب نفسه. طيب دعني أسألك سؤال، من الذي تألم على الصليب؟ هل اللاهوت أم الناسوت؟ أنت ستجيب وتقول لي أن اللاهوت لا يتألم، إنما الذي تألم هو الناسوت. فهنا سأرد عليك وأقول لك أن علماءك يقولون وإن كان اللاهوت في طبيعته الإلهية لا يتألم، لكن حينما تأنس واتخذ لنفسه جسدا أصبح يقال عنه كل ما يقال عن الجسد، بمعنى أن الجسد إن ولد من مريم العذراء فإن اللاهوت أيضا يجوز أن نقول له أنه ولد من مريم العذراء. الجسد إن صلب وتألم فيجوز أن نقول أن الله نفسه قد صلب وقد تألم. طيب إذا كنتم تأكلون جسد إلهكم فيجوز أن نعبر بهذا التعبير ونقول أنكم تأكلون الإله نفسه. طيب أين الدليل على هذا الكلام؟ افتح معي كتابة لماذا تجسد الكلمة لأنسيموس اللاهوتي، ترجمة القس إبراهيم سعيد، صفحة رقم 23، وهو يتحدث في الفصل السابع، فيسأل سؤالا يسأله المسلمون لكي يجيب عنه، فيقول في السؤال في كيف يتراءى للبعض أن ما قالنا أن المسيح احتمل بناسوته العار والهوان هو حط من شأنه، ولو كان ذلك لا يمس لاهوته، وكيف يظهر لهم أنه لم يمت بإرادته الحرة كإنسان. فيقول في الجواب إن الذين يقولون هذا لا يفهمون حقيقة معتقدنا ولا يعلمون سر إيماننا، فنحن لسنا نعتقد أن الطبيعة الإلهية قابلة التألم، ولا إنه يمكن أن ينزل بها من أعالي جبروتها بوجه من الوجوه، ولا أن تعمل عملا ما بجهد أو تعب، إنما نقول إن الرب يسوع المسيح هو إله حق وإنسان حق، وهو أقنوم واحد بطبيعتين وطبيعتان في أقنوم واحد. فلذلك عندما نقول إن الله احتمل الهوان والضعف لا يفهم منه أنه احتمل بحسب الطبيعة الإلهية السامية المترفعة عن كل ألم، بل بحسب الطبيعة البشرية التي اتخذها، فلا يوجد هناك ما يناقض اعتقادنا. إذن فهنا أنسيموس اللاهوتي يقول لك أن المسيح ما دام إله حق وإنسان حق فيجوز أن نعبر بهذا التعبير، فنقول أن الله، أعوذ بالله من هذا الكفر، أن الله احتمل الهوان والضعف. لماذا؟ لأنه حينما تأنس اتخذ هذا الجسد فكل ما يحدث لهذا الجسد يحدث أيضا للاهوتي، لأنه لم يفارقه لا لحظة ولا طرفة عين على الإطلاق. وهذا الذي أكد عليه الأستاذ حلمي القمص في كتابه حتمية التثليث والتوحيد، حتمية التجسد الإلهي لحلمي القمص يعقوب، صفحة رقم 276، فيقول هنا فافتخار الكنيسة هو إن الله مات على الصليب. لماذا هذا الكلام يا حلمي يا قمص يا يعقوب؟ يقول لك فإذا شاء أن يموت
تجسد وذاق الموت بمشيئته. نحن لا نأكل الإله، نحن نأكل جسد المسيح ونشرب دمه، وده دليل على اتحادنا بالمسيح. بطغاز قوي يا جماعة، سامحوني، بطغاز الدولة. بعد الواحد ما يخش يتناول ويتناول والحمد لله وكل حاجة، وبعدين عبل ما نرش المية ونطلع في الحوش بتاع الكنيسة نلاقي كل واحد مولع سيجارته، تاخد سجارة من ده وده سجارة من ده، وكلها بقت ايه، مدخنة وحريقة في حوش الكنيسة. لا، ده التناول اللي احنا كنا بنتناوله، ده انت خدت الرب في قلبك يا عمي، تقوم تدخن عليه سجاير، تدخل له نيكوتين في قلبك يا راجل، حرام عليك. ربنا ما بيحبش يشرب سجاير، ربنا مش كيف سجاير. طب ليه بس بتعمل له كده يا عم؟ ليه؟ ولا واحد يتناول ليلة العيد ويبقى متناول ومبسوط ويروح يفتح ايه؟ في اس او بي ويسكي وبتاع. يا عم بتعمل ايه؟ قال لا دي بس كده في ليالي العيد تفاريح. طب ده ما يتفقش مع ده؟ ما يتفقش. عايزين نبتدي بالتناول حياة ثابتة في المسيح. ولزيادة الإفحام أكثر دعونا نسأل هذا السؤال: هل إلهكم أيها النصارى يموت؟ كتابكم يجيب على هذا السؤال فيقول كما في رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 6:16 يقول: الذي وحده له عدم الموت. لكن أنتم عندكم ترنيمة في الكنيسة تقول بموتك يا رب نبشر. طيب كيف كتابكم يقول أن الذي وحده له عدم الموت وأنتم ترنمون بهذه الترنيمة فتقولون بموتك يا رب نبشر؟ العقيدة النصرانية تقول أن الرب حينما تأنس وإن مات الجسد إلا أنه ذاق الموت مع الجسد، لأن كل ما يحدث للجسد يحدث للإله أيضا. فلذلك يجوز أن نعبر بهذا التعبير أن الله قد مات بالفعل، كما قال حلم القمص يعقوب في كتابه حتمية التجسد الذي استشهدت به قبل قليل، قال لك فافتخار الكنيسة أن الله قد مات. تعالوا بنا نفتح أيضا كتاب مدخل إلى اللاهوت المسيحي، طرح تاريخي ولاهوتي لأهم ركائز الإيمان المسيحي وفقا لتعاليم آباء الكنيسة لأمجد بشارة، صفحة رقم 56 نجده يقول: بموته مات الموت، أي بموت الرب يعني مات الموت، بموت الرب ذبح الموت الذي ساد على البشرية منذ آدم. إذن فهنا أمجد بشارة يقول بموت الرب، علما أن الكتاب يرفض فكرة موت الرب أصلا، وهذا هو اللائق، لكنكم أنتم تعتقدون أن ربكم قد مات بالفعل لأنكم تعتقدون بعقيدة تجسد الله. فما دام أن الرب عندكم قد تجسد فبالتالي كل ما يحدث للجسد يحدث للرب، فيجوز أن يعبر عندكم بهذا التعبير أن الله قد مات بالفعل. طيب هل يجوز أن نعبر بهذه العبارة مريم والدة الإله أو هي أم الله نفسها؟ نعم يجوز عندكم، لأنه وإن ولدت مريم الجسد إلا أنه حينما حل الله عندكم في بطن العذراء بالجسد أصبح يجوز أن تلقب مريم بأنها أم الله أو أنها والدة الإله. ولذلك نسطور حينما أنكر هذه العقيدة أعددتموه من العراطقة وحرمتموه، حرمته الكنيسة وعدته من العراطقة. فنكمل كلام أمجد بشارة نجده يقول هنا صفحة رقم 113 يقول: نعترف بأن العذراء القديسة هي والدة الإله. طيب لماذا هي والدة الإله؟ يقول: لأن الله الكلمة قد تجسد وتأنس. إذن فبمجرد أن الله الكلمة قد تجسد وتأنس أصبح يجوز عندكم أن يقال والدة الإله. يكمل أمجد بشارة كلامه فيقول في صفحة رقم 126: فالآلام التي وقعت على جسد الله الخاص شعر بها، يعني شعر بها الله عياذا بالله. يقول: ونستطيع بحسب الآباء السكندريين أن نقول تألم بها الله، أعوذ بالله. وفي صفحة رقم 131 نجد أمجد بشارة ينقل كلاما عن القديس كيرولوس فيقول:
القديس كيرلس في استخدامه للقب والدة الإله للقديسة مريم العذراء يؤكد أن هذا التعبير منح لها بسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت في بطنها، وإن رفض هذا التعبير هو هدم لسر التجسد. أمجد بشارة يكمل كلامه فينقل كلاما عن القديس يوحنا ذهب الفم في صفحة رقم 182، فيقول: وقال القديس يوحنا ذهب الفم: كم منكم يقول الآن ليتني كنت أرى هيئة الرب وشكله وملابسه. أستغفر الله العظيم، الرب أصبح له هيئة وشكل وملابس. المهم يكمل فيقول: أنت تنظره وتلمسه وتأكله هو نفسه. الهاء هنا ضمير يعود على الرب بمعنى أنك تأكل الرب نفسه. يكمل أمجد بشارة وهو ينقل عن يوحنا ذهب الفم فيقول: أنت تنظره وتلمسه وتأكله هو نفسه، وأنت تشتهي أن ترى ملابسه، مع أنه هو يعطيك ذاته لا لتراه فقط بل لتلمسه أيضا ولتأكله ولتأخذه في داخلك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أي عقيدة هذه؟ المهم أنا أردت أن أتحقق من هذا القول عن يوحنا ذهب الفم الذي نقله عنه أمجد بشارة، فرجعت إلى الكتاب الأصل، أقصد كتاب يوحنا ذهب الفم وهو يفسر إنجيل متى. فهذا هو الجزء الثاني من كتاب تفسير بشارة الفاضل متى رسول يسوع المسيح من قول المغبوط يوحنا ذهب الفم. يعني هم يغبطون يوحنا ذهب الفم، أنا لا أدري عما يغبطونه، على جهنم وبئس المصير. يعني نسأل الله السلامة والعافية. نجده يقول في صفحة رقم 494، يقول: كم من الناس يقولون في وقتنا: كنت أريد أن أنظر صورة الرب ورسمه وثيابه وحذاءه. هو ذا تنظره نفسه، وإياه تلمس، وإياه تأكل، وأنت تتمنى أن تنظر ثيابه، وهو يعطيك ذاته لا لتنظر فقط لكن لتأكل وتلمس وتأخذه داخلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي عقيدة هذه؟ وطبعا النصارى يعتقدون أن هذا الخبز الذي يتمثل في جسد ربهم يسوع هو جسد حقيقي، وأن هذا الخمر الذي يتمثل في دم ربهم يسوع هو دم حقيقي. في الآخر أبونا بيحكي لنا تاني، يقول لنا: عارفين هتتناولوا إيه ولا نسيته؟ ده جسد حقيقي لربنا يسوع، وده دم حقيقي لربنا يسوع، ونفضل نقول أمين 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 قبل ما نتناول. يعني أنتم الآن تسجدون للخبز الذي يتمثل عندكم في جسد المسيح، وتسجدون للخمر الذي يتمثل عندكم بدم المسيح، وتعتبرونهما جسدا حقيقيا ودما حقيقيا، كما أنكم تسجدون أيضا لأيقونة مريم، وتسجدون أيضا لأيقونات القديسين، كما تسجدون أيضا للآباء. كل هذا وتعتبرون أنفسكم أنكم لا تعبدون الأصنام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، والله ما نريد لكم سوى الخير، الحكم لكم. أستغفر الله العظيم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولجميع المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.